يا الله انه ما ينجح. لو نجح اليوم ولا بكره ولا هو زملاه ترى مقبوض عليهم باذن الله. وكم من كوارث وكم من ناس انقبض عليهم صحيح فعلوا بين حرامي وبين احتيال وبين يقول هذا الرجل يقول يفعل يقول يسرق حرامي ولعل عائلته ما ادري يا اخواني البلوى مصيبه ما ادري هي جاملت معه. المهم انها عاشت معه. قال والله ان اول مصيبه احترق البيت. لا اله الا الله. البيت احترق به هو عياله وزوجته. الله المستعان. ونجح ما مات منهم احد. البيت راح. قال يوم جاء يوم من الايام قال سيارته من حرام والبيت من حرام. سبحان الله. والبلاوي قال جاء يوم من الايام قال هو عياله قالوا يدخلون لهم حدره ريله. لا اله الا الله. سبحان الله العظيم. وينجي واحد منهم اللي علم بالقصه ما ادري من عياله. أو هي زوجته قالت حنا من يوم منا طلعنا ناكل بالحرام وأول البلوى احترق البيت وثالث قفت علينا المصايب والديون والتهمات والله أن أي جار يقول تحذروا من فلان وعياله سبحان الله يقول بالأخير يقول دخلنا تحت تريلة وسلم واحد منهم والله ما أدري هي الزوجة ولا أحد العيال قال عشنا بالحرام من أولنا إلى آخرنا وحالهن كيف التخلص؟ قال الشيخ وش اللي راح؟ قال راح البيت بأكمله. قال من الحرام؟ قال نعم. قال وش غيره؟ قال غيره السيارة. قال وش غيره؟ قال العائلة بأكملها أنا الناجي الوحيد. قال تب لله واللي تعرف عطيه واستسمح منه لعل الله سبحانه وتعالى يعيد لك ويتوب عليك. فيا إخواني الغادر هذا لو أنه نجح اليوم والله ما ينجح بكرة. وتراه ينغلث يصيب اغلاث لا من حصل له مثل مصيبه ولو كان احتيال يقول راعي الاحتيال لابد ان يحتلون عليه ولابد انه يطيح اذكر لك يا اخواني انسان يقول انه لو ان زدت عليك بشوي الا زد وزد وزد الله كلنا لك يا ابو صالح يقول قتل له رجال ما ادري وش هو عنده جاء يقول حط الحبل برقبته وهو اياه الحاله يقول وقام يذعته يقول له هاك الحمامتين يقول مرات من فوق من فوق والله ما ادري هو المغرب ولا الصباح قال اشهدني حمامتين يقول انت هالي اللي ينغال اللي بيذبح اخويه قال اخويه يموت من الضحك يقول المهم من اقتله قال يوم اقتله قال اول ما يقوم انت يا القاتل ذا قال يقوم القيامه عليهم ولد عمي والله ما يروح يخمط هذا ويا وبثر ذا وهذا تهيم وهذا يسجن وهذا بري وهذا يقولوا كم سنة قال يوم جاء يوم من الأيام قال يجيك الرجال هذا طرقي القاتل إيه؟ قال راح العمر هذا نفس الرجل الدم ذا قال إيه؟ انتهى قال كلش يتهمون إلا ولد عمه ذا قال يوم جاء يوم من الأيام قال هو يجي قال يخطر له واحد قال يا ابن الحلال قال له العشاء عندي قال لا يب أنا طرقي وماشي وعندي شغل قال بأخذ لك حميمات يا سلام عندي حمامات حميمتين وحدة لي وحدة لك وش رايك قال والله ما دام ما أنت متكلف خلاص قال ومن الشاب قال خذ لك الحمامتين الزينات قال ويسوون قال يوم من هذا قال وجاء قبلش هو يقلطن على الصحن ايه قال يوم هذا قال الله يحييك والله واجب كذب يحتين لكن هذه حمامات ما تسوى شيء قال والله يسلط عليها الضحت أنت هذا الرجل القاتل اللي ضيف خويه بحمامات قال يموت من الضحت ضحت يا رجل أنت وش بك قال يطيح العقال ويطيح الغترة ويطيح الملابس قال ويبتلش بنفسه قال وينقد على نفسه أنت القاتل ذا اللي ذبح خويه ذبح خويه وقال اشهدني حمامتين هذا بوقت الامر باول الامر لكن يوم قلطت الحمامتين ذي افطنت عليه شهاده خويه وما يقول شهدني حمامتين قالوا سلط الله عليها الضحت قال اضحك يا رجال واضحك قال تبين بدك المستشفى قال لا اقضي اموري تهدى شوي المهم ان الرجال صابهم ذعر منه وكان يضحك بدون عقل بهستيريا بدون عقل ما ادري كيف الحكايه اللي جابوها له او مثلا الاحتيال قال ذبحت لي رجال هذا اللي ضحكني قبل كم من سنه ومرنا حمامتين وانا اذت فيه وقال اشهدني حمامتين
ويوم انه قلطنا هذا الرجل ذكرت الحمامتين اللي شهدهن الرجال علي، ويوم شفته الا والله ما عاد عندي عقل، والله اني اضحك بدون صعب. سلط الله عليه وجابه وقل انه قتل وقل انه عفي عنه. فالغدر مهما كان لازم يلحق على راعي يا اخوان، صحيح خطوه لازم خطير. يلحق على راعي. جزاك الله خير يا ابو صالح، الله يبارك فيك، دائما نستفيد منك. ابو عبد الرحمن عطني شروط التوبه. بسم الله. شروط التوبه الانسان اذا ارتكب ذنبا او معصيه صغيره او كبيره، شروطها اولا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى الا ويندم على هذه العمل. حلو، ممتاز ممتاز. انا ابغى اصلي شيء يعني من انا ابو عبد الرحمن، هذا اول حاجه. ف التوبه الى الله سبحانه وتعالى مقرونه بالندم، وان يعزم الا يعود الى هذا العمل مره اخرى. يا سلام. وايضا من شروط التوبه اذا كانت لحق مسلم ان يعيد هذا الحق له. بس هذا اللي انا به، انا ابغى اصلي هذا ابو عبد الرحمن. نعم ما شاء الله. الان حق الله، الله بيغفر لك إذا يغفر لك. نعم، لكن حقوق الناس لا بد من إعادتها، معلقة معه في حتى في قبره، حتى في يوم القيامة. هذا كلام خطير. يوم القيامة يتخاصمون، والخصم والقاضي هو الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة. حقوق الناس أكلها عظيم، وكل وأي شيء للإنسان هذا الإنسان هو الذي يعفو عن أخيه. والله مسألة خطيرة. فالحقوق لا بد من إعادتها لأهلها ايا كانت، صغيره او كبيره. هذا اذا كان قرض او غيره، لكن كيف انك مخادع اخوك ماخذ مال بالحرام؟ هو نفس الشيء، غش غش وزياده على ذلك، انه ايضا غرر باخيك. والله المساله غرر غررت به. لا شك ان هذه الان هذه مصيبه الان موجوده الان. انا اتذكر واحد من الجماعه زهم على ولدي. ايوه، هو مخترق جواله. واللي اخترق جواله زهم على ولدي، هو هذا اعطاه 1000 ريال. اوه، زهم على ولدي، قال والله انا فلان ابي تسلفني 1000 ريال، حول لي 1000 ريال. قال شلون فلان اعرف؟ زهم علي الولد وقال فلان، يعني قلت له فلان ما عليه بخير ونعمه، ما في ما هو محتاج الى هذا. كان زهم علي يقول عطني 1000 ريال، حول لي 1000 ريال، اني محتاج. وانت لا لا، دور علم يبقى سبب. دور علم، مو بصحيح. زهمنا عليه، جواله ما يرد. جواله ما يرد، رفيزنا اللي يقول سلفني. بعد فترة تبين انه مخترق جواله، وان هذا يتصل ياخذ من اللي في جوال هالرجال هذا، يزهم عليهم ويقول عطوني 1000 ريال، محتاج باسم الرجال هذا. مصيبه. ايضا من الاختراقات، ولدي تركي، ولد ولدي عبد الله، اخترق جواله في صلاه المغرب. ايوه، وقعت قريب والله في صلاه المغرب. اخترق الواتساب ولا الجوال؟ لا، الجوال والحساب. أوه. حسابه. أوه. في البنك الراجحي، وصار يحول على ريال وريال هذا وحلالات. المهم كل شوي ذا الجوال رن 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 في مخبات في صلاة المغرب، أشغله في صلاة المغرب، خلص من صلاة ننظر له سلسلة من السحوبات من حسابه. يتصل على البنك، قال فينا سحوبات كذا وكذا وكذا على ريال وريالين وثلاثة، يجي لها 40 سحب في صلاة المغرب. أنا ما قدرت أطلع سوق لأني أصلي، الجوال مشغول أنا بالصلاة. شفتوا شنو؟ سمع على، قال خلاص بنشوف لك، وقفوا بطاقته وراح. قال هذا واحد في امريكا. انا والله وصل لك 2000 ريال في امريكا. لكن الحمد لله انا ما بعد راحت من الحساب، ما بعد راحت من الحساب. ايه، ان شاء الله ترجع لك. اوه، في مصايب هذه. والله مصايب. مصايب. ابو محمد، ابو محمد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على وسلم، اطب مطعمك تكن تستجب دعوتك. نعم. اذا مشروط استجابه الدعاء بأكل الحلال. ما في شك أن لذة الحياة، يعني أنت ما تتلذذ إلا بشيء طيب. سلام عليك. يعني أنا وأنت والثاني والثالث، لو قلت لك والله الماء احتمال أن واحد شارب منها القارورة هذه، هل تتلذذ بشربها؟ لا والله، مع أنها نظيفة ما فيها شيء وطيبة
أنا بس عقب عيوش يشرب أنا ما عندي. النفس تكره عيالي تكره أي مصدر محمد مطيب. هذه خاصة سبيشل أبو عبد الرحمن. فالطيب هو المطلب. ليش ما تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان والله توني بقول بس فيك عجلة يا أبو هاتم. والله توني بقول. طيب خلي حنا نقول الحين قاطعت أبو محمد يا أبو هاتم. حنا على الكل جيت هنا والله شوف أبو محمد آسف قاطعتك أبو حاتم أمس هنا قمة الأدب قم في مقاطعة حتى في هذا البرنامج قاطعني أنا اللي ما أنا بقاطع إيه أنت ما تقاطع هذا لا ما أنت يعني أنت تسمى مقاطعة أنت ما تقاطع هذا جاي ما حد يقاطع.